أهلا بكم إلى النبأ اليوم وأبرز ما فيه. مع الفوضى المنتشرة في بنغازي، هل يوجد بالمدينة أجهزة عسكرية وأمنية حقيقية؟ مع أنس الدويبي وسمير بن رحال. ارتفاع طفيف في سعر الدينار الليبي في السوق الموازية مع مهيب جرادة. الأهلي طرابلس يقدم محترفيه ويتأهب لمواجهة الطموح في الكأس مع عبد الرؤوف الرياني. وأمطار قد تتسبب في جريان بعض الأودية في الغرب مع محي الدين علي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى النبأ اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أطلقت إدارة الشرطة العسكرية في المرج سراح أمر محاور ميليشيات الكرامة محمود الورفلي بعد القبض عليه والتحقيق معه في جرائم التصفية المعلنة التي ارتكبها بحق أبرياء في بنغازي، معلنة انتهاء التحقيق معه. وظهر الورفلي في مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يطمئن المويلين له أنه بخير وأنه قد جرى التحقيق معه في مقر الشرطة العسكرية بالمرج. وعقب إيقاف الورفلي عاشت مدينة بنغازي على وقع انفلات أمني ليلة الخميس، وتمثل في تعبير مسلحين عن آرائهم بقوة السلاح والاقتحامات، وكان آخرها إغلاق الشوارع والطرقات. نعم، وأحداث طرحت تساؤلات عن حقيقة الوضع الأمني في بنغازي ومدى قدرة ميليشيات الكرامة على السيطرة على الموالين لها من الميليشيات المسلحة. التقرير التالي والتفاصيل. وعاد ضابط الإعدامات حرا طليقا بعد ليلة من الاحتجاجات في بنغازي. هي ليست إحدى روايات الأكشن الأمريكي، بل هي تراجيديا تعيسة لواقع هوليودي تعيشه المنطقة الشرقية منذ نكبة الكرامة عام 2014. مهزلة الحكاية: يخرج آمر محاور قتال القوات الخاصة الصاعقة التابعة لميليشيات الكرامة محمود الورفلي قبل يومين ليعلن في فيديو نشره على موقع فيسبوك أنه سيسلم نفسه للشرطة العسكرية للميليشيات لاستكمال التحقيقات معه بشأن آخر جريمة حرب يرتكبها، وهي إعدام 10 أشخاص من السجناء في منطقة السلماني، بالإضافة إلى بقية التهم الموجهة إليه من قبل محكمة الجنايات الدولية التي تطالب منذ أغسطس من العام الماضي بضرورة تسليمه لمحاكمته فيما نسب إليه من تهم تتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. جرى إيقاف الورفلي وبعدها بساعات جرى اقتحام مكان إيقافه واقتياده إلى أحد المقرات التابعة لما يسمى بالقيادة العامة في منطقة الرجمة. انتشرت الأخبار بينما تشير إلى إمكانية إيقافه من أجل تسليمه إلى المحكمة الدولية أو تصفيته جسديا، وتضاربت الأخبار إلى أن ظهر الورفلي في مقطع مصور عقب التوتر الأمني الذي شهدته بنغازي يطمئن الموالين له أنه بخير وأنه قد جرى التحقيق معه في مقر الشرطة العسكرية بالمرج. تصريح أكده مسؤول المكتب الإعلامي التابع لقوات الصاعقة رياض الشهيبي الذي قال إن الورفلي أطلق سراحه بعد انتهاء التحقيق معه، مشيرا إلى أن التحقيقات تمت في إدارة الشرطة العسكرية بالمرج دون أن يعلن عن أي نتائج لما يزعم أنها تحقيقات. وقد سبق للميليشيات أن قالت إنها حققت مع الورفلي في جرائمه السابقة ليخرج من جديد ويستكمل أعماله الإجرامية. حادثة إيقاف الورفلي عقبتها حالة من الفوضى العارمة عاشتها بنغازي في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس. احتجاجات وإطلاق للرصاص في الهواء وإحراق للإطارات المطاطية في الطرقات التي أغلقها المحتجون تنديدا بإيقاف الورفلي. أغلقت جميع المحلات التجارية ودخلت المدينة في حالة من عدم السيطرة بسبب خروج الموالين للورفلي من قوات الصاعقة وعدد من المدنيين الموالين لوكيل وزارة الداخلية في الحكومة المقترحة فرج قعيم المحتجز لدى الميليشيات منذ أشهر، مطالبين بالإفراج الفوري عن الورفلي. وانطلقت بعدها الاقتحامات من قبل هؤلاء المسلحين المحتجين في غياب تام للجهات الأمنية، وخرج الوضع عن السيطرة.
فوضى عارمة عشتها شوارع المدينة بدأت بإغلاق الطريق السريع وجزيرة كتيبة الفضيل ومفترق الليثي واقتحام مقر القوة العسكرية بالبركة ومقر الحاكم العسكري بالفويهات في مشهد يبين أن الحكم للميليشيات في بنغازي. منذ أن أعلن قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر تحرير المدينة بالكامل ممن يسميهم الإرهابيين، زعم أن المدينة تحت السيطرة وأن الأمن والاستقرار سيعم عليها، غير أن حادثة إيقاف الورفلي بيّنت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا حكم للميليشيات على الميليشيات، وأنه لا وجود لدولة ولا لقانون في بنغازي، بل أن المدينة ترزح تحت سيطرة ميليشيات مسلحة تفعل ما تريد، ولا سيطرة لحفتر وأتباعه على بقية الموالين لهم، وأن الحكم الفعلي لقوة السلاح وللميليشيات الدموية. هكذا هي بنغازي بعد الكرامة، وحتى بعد ما يسمى تحريرها، إعدامات وجرائم قتل وسطو مسلح، وفوضى عارمة ولا سلطة لأي جهة أمنية، بل البقاء فيها للأقوى. فهل الحكم في بنغازي لحكومة الثني أم لقوة حفتر أم للميليشيات المتنازعة أم لمجلس النواب؟ لا جواب عن هذا التساؤل، غير أن لا سلطة في بنغازي لأحد، فلا يوجد ما يسمونه الجيش ولا ما يسمونها أجهزة أمنية، ولا سلطة للقانون، فالسلطة للميليشيات فحسب. تنكشف التصدعات في معسكر الكرامة يوما بعد يوم، وتزداد الانقسامات وتتعدد الانشقاقات، بما يؤكد فشل المشروع سياسيا وعسكريا. في ليلة الورفلي التي فضحت حقيقة الوضع الأمني في بنغازي، تداول نشطاء على الفيسبوك فيديو يظهر أحد الأفراد الموالين له وهو يهدد بإسقاط ما سماها القيادة العامة في حال عدم إطلاق سراحه، خطاب يدل على فقدان سيطرة حفتر على ميليشياته ليعيش أهالي بنغازي تحت وطأة السلاح والحكم العسكري. فلا دولة ولا قوانين ولا حكومة ولا برلمان ولا قضاء ولا مؤسسات ولا جيش ولا شرطة، إنها قوانين الغاب. وما الحكم إلا للميليشيات المسلحة؟ فأي مستقبل للكرامة وأي كرامة لبنغازي؟ في سياق متصل، أغلق محتجون من قبيلة العواجير بوابات برسس وتنسلوق والمنجارة شرق مدينة بنغازي، احتجاج على استمرار احتجاز وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة في الجقعين. وقال رئيس حراك شباب العواجير الجارح العجوري في اتصال مع قناة النبأ، قال إن أغلاق البوابات مستمر إلى حين إخلاء سبيل فرج جعي. وهذا الحديث مشاهدينا الكرام بشأن هذه التطورات وللتعليق عليها ينضم إلينا عبر الهاتف عبر الأقمار الصناعية من مدينة طرابلس المحلل السياسي فتحي الفاضلي. مرحبا بك سيد فتحي. قائد الكرامة خليفة حفتر هو شخص عسكري لا يوجد لديه في قاموسه ما يسمى باحتجاجات، وهذا الكلام الفاضي من وجهة نظري طبعا، لا يوجد لديه في قاموسه هذه المصطلحات. أفضل شيء للتعامل مع كل شيء هو القوة، فبالتالي لماذا كانت ردة الفعل في هذه المرة مختلفة؟ لماذا حفتر أطلق سراح الورفلي بهذه السرعة بعد خروج هذه الاحتجاجات في مدينة بنغازي وحرق الإطارات وما إلى ذلك من الذي جرى هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة النبأ على هذه الفرصة الطيبة، وحييك أستاذ أنس وحييك أستاذ سميرة ومشاهديك الكرام. نعم سيد. حقيقة ليبدو أن تراءى له شبح 15 فبراير و17 فبراير 2011، وها كل ما رأيتوه من إطلاق سراح للورفلي ومحاولة للتهدئة هو خوف في الواقع، خوف وتجنب ومؤقت جدا، مؤقت. الورفلي مستهدف بسبب الكم الهائل من المعلومات التي يمتلكها، وأيضا هذه الاحتجاجات التي رأيناها في مدينة بنغازي هي في الواقع يدافعون عن أنفسهم، لم يعتبروا ومتأكدين أن وقوع الورفلي في أيدي المحكمة الجنايات هو أيضا فتح لملفاتهم. يعني أنا أنصح الورفلي إذا كان في الاستماع، إذا كان عنده معلومات يوثقها ويرسلها أو يخرج هو المحكمة الجنائية الآن، لأنه هو مستهدف وسيأتيها اليوم التي يتم فيه قتله كما قتل غيره. شخصيا حقيقة يعني حقيقة أعتقد أن الأخ الورفلي هذا مختل عقليا، يعني لا يمكن لإنسان سوي أن يفعل ما رأيناه من قبل هذا الشخص من قتل في ولأكثر من مرة بالعشرات وامام الناس وعللا
ويفتخر. ما أعتقدش إنسان سوي يقوم بهذا الأمر. قادة الورفلي يدركوا هذا الأمر، يدركوا أن هناك خلل ما في هذا الشخص، استخدموه وظفوه واستغلوه لتصفية خصومهم السياسيين. ولكن بعيدا عن هذا، بعيدا عن صفات ومواصفات وأفعال الورفلي، نقول أن الورفلي رائد، يظل رغم ما ذكرته رائد في القوات التي يسموها بالجيش، يتبع الصاعقة ويأتمر بأوامر القيادة متاعه. ما يحدث في بنغازي محاولة فصل حفتر، محاولة فصل قادة الكرامة عن أفعال الورفلي. بالتأكيد الورفلي واعي، وأنا أدركوا هذا الأمر، ولذلك كان الانقسام وكان التصادم وكان كل هذا الهني. إذا كانوا هم بيقولوا هذه تصرفات فردية، هذا لو كان مرة واحدة، لو حدث القتل العلني في الشوارع أمام أعيننا وأبصارنا مرة واحدة، لربما هذا كان تصرف فردي يتم بعد ذلك إلقاء القبض عليه واعتقاله. يعني لكنها تكرار هذه العملية أكثر من مرة، يعني أن القيادة راضية بما يحدث. هذه هي البديهة الأولى، أكثر من مرة وبالتكرار، ثم بعد ذلك يكرر مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة. إذن القضية ليست قضية فرد تمرد مرة من المرات على أوامر قيادته، هو أمر ممنهج وعنده أوامر. ثم التنفيذ نفسه أستاذ الكريم، التنفيذ لا يمكن لفرد واحد أن يقوم بما قام به شخص. من الذي قيد المسجونين؟ من الذي حملهم في سيارات؟ من أخرجهم من السجن؟ طيب. من وضعهم في هذا الصف؟ هناك جيش يعمل مع الورفلي، جيش كامل، كتيبة عشرات. يعني ربما، لكن تفضل بعد ذلك السيد فتحي الفاضلي، هذه التفاصيل معلومة ويعني لطالما ذكرت في الصحافة والإعلام وتناولها نحن هنا في قناة النبأ. لكن يعني الجديد هذه المرة أن إذا حفتر يعني تعامل مع العواقير بهذه القسوة وأقصى من أقصى، وهناك اتهامات بأن هناك اغتيل من اغتيل، والإقعام يعني محتجز ومقبوض عليه فقط لأنهم يعني يمتلكون جميلا عليه، لأنهم كانوا أصحاب المعركة الحقيقية على الأرض في مدينة بنغازي، إذا كان تعامل معهم فقط لأنهم أصحاب جميل، ما هي ردة الفعل الآن من وجهة نظرك في الأيام القادمة مع هؤلاء الذين تحدثوا يعني لأول مرة في تاريخ الكرامة بالقوة، سنسقط الكرامة بالقوة هكذا علن؟ يعني هل سيمضي هذا الأمر مرور الكرام، وأنت تعلم أن هذا الكلام يعني لا يمكن أن يحتمله أي عسكري كحفتر؟ نعم أستاذ الكريم، الأمر الآتي كما ذكرت لك، يبدو أن هاجس 15 فبراير و 17 فبراير وانتفاضات الناس في بنغازي تراءت لهذا الشخص المتغطرس المتعجرف الذي لا يرى إلا القوة ولا يؤمن إلا بالقوة. هذه رقم واحد. الثاني يا أستاذي، خروج الناس عمليا، يعني ما ذكرتم من قبيلة العواقير، لم نرى منهم عمل، لم نرى في السابق عمل يتسم بالقوة أو بالجدية. كل ما سمعناه تهديدات وإنذارات وإعطاء أسبوع وإعطاء ساعات وإعطاء أيام، لكن هذه المرة هناك عمل على الأرض، عمل على الأرض. ما يخاف منا حفتر وغير حفتر وقيادات الكرامة، هؤلاء لا يؤمنون إلا بالقوة. وبالتالي لتذكر في أحد نبأ اليوم طلبت بقوات تذهب إلى مدينة بنغازي، اللغة الوحيدة التي يفهمها حفتر وغيره ويفهمها حتى الورفلي هي لغة القوة سيدي الكريم. الآن أريدك أستاذي أنس أن تتخيل المدنيين، الأطفال، النساء، الكهول، العززة، باقي الناس، هذا الصراع بين الكرامة، انقسامات بين بعضهم البعض. ما هي حالة المدنيين الآن؟ لذلك يحتاج إلى قوة أخرى محايدة تحمي المدنيين وتخرج هذه القوة، تطلع الصاعقة والكرامة وجماعتهم يتحاربوا برا، يكملوا بعضهم ويفشقوا بعضهم ويخلوا يحموا المدينة. اللغة الوحيدة التي يسمعها ويفهمها حفتر وغير حفتر هي لغة القوة، بدليل ما نراه الآن. شخصياً أستاذ أنس، أتمنى أن تستمر، إذا كان هذه ستؤدي إلى إسقاط العملية الإرهابية الكرامة هذه اللي دمرتنا وهجرتنا وتحاصر في مدننا وتطالب بقوات خارجية، طائرات تقصف في مدننا، حقيقة أتمناها أن تسقط على أيدي الكرامة نفسها وأن يستمروا. ومرة أخرى لا نجعل قضية الورفلي بروحها، قضية العواقير بروحهم، وقضية ميهارفيش، لابد أن يتم اتحاد في المنطقة الشرقية لإسقاط هذه العملية. طيب الأمر الآخر، هناك مرة أخرى أذكر أستاذ أنس، موجة كبيرة جدا حتى برا، حتى قناة الحدث جايبة واحد اسمه مش عارف الثعبان ولا المنعوم ولا ندري عنه شنو،
يحاول أن يفصل بين حفتر البطل وبين الورفلي المجرم القاتل. هذا الأمر ما يمشيش لا عن محكمة الجنائية الدولية ولا يمشي على الليبيين. أنت رائد عندك صفة في الجيش، عندك رتبة، ولا تستطيع أن تمارس ما مارسته إلا من أوامر. طيب. إلا من أوامر جاءتك من القيادات، حتى لو لم يأتيك من حفتر. نعم. حتى لو لم تأتيك القيادات الأوامر من حفتر، أدبيا وعسكريا هو المسؤول عنك، لأن مرة أخرى تكررت، ما هيش مرة واحدة، تكررت أكثر من مرة. تمثيلية طيب. إن حفتر بروحة والورفلي متمرد، هذه مش هتمشي على حد أستاذي طيب. الكريم. ولكن أيضا مع أمنيتي أن تستمر هذه الأعمال القوة لإسقاط عملية الكرامة طيب. أتمنى في الوقت أن تتجه قوة، أتمنىها تكون ليبيا ولا قوة هيئة الأمم المتحدة، لحماية المدنيين في مدينة بنغازي طيب. لأن مدينة بنغازي أصبحت مستنقع دم سيدي الكريم كما يرى الجميع. طيب يعني هناك الحديث يعني لا يخفى على أحد يدور بأن خليفة حفتر هو شخصية على مدى التاريخ في تشاد وغيرها من المعارك، وحتى في بنغازي آخرها العواقير، هو لديه يعني تاريخ حافل بالانقلابات على من كانوا معه أو من كانوا بصفه أو من يسمون حلفائه. فالآن يعني وأيضا هناك حديث آخر يدور بأن حفتر يعني متمتع موجود في المرج ويذهب في إلى روسيا وإلى أبو ظبي وإلى روما، وأولاده أيضا هم متمتعون، وأصحاب المعركة الحقيقية من هو موجود في بنغازي العواقير وشباب المناطق وما إلى ذلك من هذه التشكيلات العسكرية يعني العسكرية. فهل يعني حضرتك تفهم من هذا التحرك الذي جرى بالأمس انطلاقا من هذه النظرة أو يعني إلى حفتر بأنه لا يملك أي فضل على هؤلاء بينما هم أصحاب الفضل الحقيقي في المعركة من وجهة نظره؟ نعم أستاذي، هذا تأكيد آخر للغباء السياسي والعسكري للشخص هذا سبحان الله اللي اسمه حفتر. يعني ناس دعموك وقدموا لك شبابهم وماتوا من أجلك وضحوا بأموالهم وجهدهم وبحياتهم ودمائهم من أجل مشروعك، وكل ما تعتقد أنك أنت استخدمتهم ترميهم. هذا غباء، غباء سياسي واضح جدا لن يقبل أحد. فتراكمت هذه القضايا وبدأت إرصاتها تظهر. يعني حتى لما يمشي لفرنسا ولا يمشي لروسيا ولا يمشي كذا، ما يجيبش من هالشباب اللي دعموه، يجيب في ناس أخرى غرباء لا علاقة لهم لا بالقتال لا علاقة لهم بالدم. يا رجل حتى العقيد هذا أو العميد اللي قاتل مع الكرامة وابنه مات مع الكرامة، بنتها ذكرت كلمتين ثلاثة، من حقها طبعا، هذه من ثمرات 17 فبراير أن تعبر عن رأيك. المدونة هذه طاردها وبيقتحم حوشها، بنية بنت حتى في مجتمعنا الليبي، يعني ما صحش الكلام هذا، المجتمع العربي والمسلم بصفة عامة. يعني هذا بعد ما أخوها مات وأبوها يعني مدعم فيه، وما زلت أخرى تجي بجرتها وجايب لها كتيبة وتبي تعتقلها. غبي جدا، غباء لا أول له ولا آخر سيدي طيب. الكريم. نعم نعم، هو الآن يقصد نتائج تمرده على كل من دعم، على الملك إدريس، على معمر، على ثورة 17 فبراير، على البرلمان، على العواقير، على الورفلي نفسه. الورفلي في مؤامرة لتسليم الورفلي مرة أخرى، حتى لا أنسى الورفلي هذا وقعين مفروض يدوا ملفاته ويطلعوا برا، كان عندهم معلومات. صحيح قد يتعرضوا هم للمحاسبة، لكن في نفس الوقت تنقذ وطنك من هالمجنون طيب. هذا الهبل الآخر. طيب شكرا جزيلا لك سيد فتحي الفاضلي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة طرابلس. نبأ اليوم متواصل معكم ولكن بعد قليل، فابقوا معنا. أهلا بكم متابعينا من جديد. في مدينة درنا أصدرت مكونات المدينة بيانا مصورا الخميس أدانت فيه الحصار المفروض على المدينة، وشددت على تمسكها بالحوار الوطني لتحقيق وحدة كامل التراب الليبي. وقت نفسه تعلن مدينة درنا بجميع مكوناتها وتركيباتها التمسك بالحوار السلمي وحل القضايا العالقة بتحكيم العقل والحكمة، وندعو سكان مدينة درنا وضواحيها والمدن المجاورة إلى نبذ الفتن والفرقة وحقن الدماء، ونرفض الاحتكام إلى لغة الحروب والدمار. واستنادا على ميثاق درنا المؤرخ في 12/8/2016 والذي أجمع فيه جميع مكونات مدينة درنا الرسمية المتمثلة في المجلس المحلي درنا المنتخب شعبيا ومديرية أمن درنا وفرع دار الإفتاء درنا والمكونات الاجتماعية المتمثلة في مجلس درنا الاجتماعي ومجلس حكماء أعيان درنا ومجلس شورى درنا وتجمع أهالي درنا والمجتمع المدني،
وبناء إلى ما خلص إليه الاجتماع المنعقد يوم السبت الموافق 3 فبراير 2018 والذي ضم جميع مكونات درنة وتركيباتها، حيث تمخض الاجتماع على تفعيل ميثاق درنة بالكامل وبصورة جماعية لجميع مكونات درنة وتركيباتها، كما تمخض الاجتماع على نقاط هامة وهي: 1. المجلس المحلي المنتخب شعبيا هو الممثل الشرعي والقانوني الوحيد، ولا يعتد بأي جسم موازي يعمل خارج نطاق الحدود الإدارية لبلدية درنة، ولا يعمل بأي تكليف ما لم يكن صادرا من المجلس المحلي درنة المنتخب. 2. نطالب السلطات المحلية للدولة الليبية إلى تفعيل جميع مؤسسات الدولة، ونطالب المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش على القضاء تفعيل محكمة درنة وتكليف قاضي لرئاستها والعمل بالقوانين المعدلة، ونحملكم المسؤولية كاملة في عدم تفعيل محكمة درنة داخل الحدود الإدارية لبلدية درنة. 3. أمن درنة وأمانها مسؤولية جميع سكان مدينة درنة، ودعم مديرية أمن درنة التي تعمل داخل الحدود الإدارية لبلدية درنة. 4. الحفاظ على النسيج الاجتماعي وردع كل من تسول له نفسه زعزعة استقرار أمن مدينة درنة وترويع سكانها الآمنين، ومن يعمل ذلك يتحمل مسؤولية نفسه. 5. درنة تكافح الإرهاب وتتصدى لجميع الأعمال الإرهابية، ونحذر كل من يدعم الإرهاب والتستر عليه باتخاذ الإجراءات الاجتماعية ضده. 6. ندعو جميع الليبيين إلى الحوار البناء وإلى المصالحة الوطنية الشاملة وعدم استيفاء الحق بالقوة، وإلى حقن الدماء والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية والشخصية. 7. نطالب السلطات المحلية الليبية باتخاذ ما يلزم من قرار وفق التشريعات والقوانين النافذة، بالخصوص برفع الحصار عن مدينة درنة الليبية المحاصرة من عملية الكرامة منذ 22 شهرا. 8. نطالب السلطات المحلية الليبية بالتدخل العاجل والسريع بالإفراج عن المحتقرين من مدينة درنة في سجون التابعة لعملية الكرامة. حفظ الله درنة، حفظ الله ليبيا. صدر في مدينة درنة بتاريخ 8 فبراير 2018. في سياق متصل، أفاد مسؤول الملف الأمني بدرنة يحيى لسط عمر أن ميليشيات الكرامة تسعى إلى إدخال الليبيين في قتال دائم عبر استعانتها بالطيران الأجنبي ومشايخ السعودية والمداخلة والتحريض على القتل على حد تامين. وشدد لسط عمر على حق المدينة في الدفاع عن أمنها بكل الوسائل المتاحة ضد أي عمليات تهدف إلى تحويلها إلى بنغازي ثانية. أكد لسط عمر عدم وجود أي تواصل بين ميليشيات الكرامة ومسؤولي المدينة أو أي مهلة محددة، كما جاء على لسان أمير غرفة عمليات عمر المختار سالم أرفادي. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن محاولات روسية للحصول على نفوذ أكبر في ليبيا عبر صفقات مشبوهة لبيع النفط بواسطة الإمارات ومصر مقابل شحنات أسلحة لحلفائهم. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر، نتابع. بعد سوريا، الدب الروسي يحاول الوصول إلى المياه الدافئة، وهذه المرة عبر الشاطئ الجنوبي للمتوسط، ليبيا. مع تراجع الدور الأمريكي في عهد ترامب، كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن مساعي موسكو لتوسيع نفوذها في ليبيا. التقرير أورد معلومات استخباراتية عن مسؤولين أمريكيين وغربيين رصدت محاولات روسية سابقة لبيع النفط الليبي مقابل صفقات أسلحة وأموال عرضت على أطراف عدة من بينها قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر، كما تواصلت مع رئيس حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم جدران بعد إغلاقه الموانئ النفطية، إذ عرضت عليه صفقات أسلحة مقابل شحنات نفط يتم نقلها لروسيا عبر مصر. ويضيف التقرير أنه إثر سيطرة ميليشيات الكرامة على الحقول النفطية في 2016، كشف مساعدون لجدران الذي واجهت عناصره ميليشيات عملية الكرامة عن تفوق نوعي كبير في أسلحة العملية، وهو ما أكدته لاحقاً معلومات استخباراتية أمريكية بريطانية تفيد بتلقي حفتر أسلحة روسية متطورة
بواسطة مصر والإمارات، إضافة إلى إرسال مستشارين عسكريين وتوفير الصيانة وقطع الغيار لطائرات الميليشيات. التقرير كشف أيضاً عن رشاوى حاول مسؤولون روس تقديمها لسياسيين ليبيين قابل استئناف مشاريع متوقفة منذ 2011. لم تتوقف محاولة موسكو عند هذا الحد، بل أقدمت على طبع العملة الليبية لصالح الحكومة الموازية المتحالفة مع حفتر، ويبرز استقبال روسيا رئيس المجلس الرئاسي المقترح وقائد ميليشيات الكرامة معاً مساعيها نحو إيجاد حكومة ليبية تضمن مصالحها في البلاد. معطيات جديدة تنكشف تتزامن مع انتقادات لسياسات المجتمع الدولي لتعامله مع الملف الليبي، تطرح تساؤلات عن طبيعة دوره المفترض في حل الأزمة الراهنة. مشاهدينا الكرام، النبأ اليوم متواصل معكم وتتابعون فيه بعد قليل بقية فقراتنا الاقتصادية والرياضية وأحوال الطقس، فابقوا معنا.